ومع حرب 67 كانت للأهلي قرارات الوطنية النابعة من إيمان مسؤولي وأعضائه بأن مساندة الدولة وجيشها واجب وطني. النادي الأهلي أوقف نشاطه وفتح أبوابه لجميع الأعضاء للانضمام للتدريب على حمل السلاح وأعمال المقاومة الشعبية، وقرر في نفس الجلسة قرر النادي الأهلي إن اللي مش هينضم للتدريب على أعمال المقاومة وحمل السلاح سيشطب من عضوية النادي. يعني ما كانش فيه اختيار أمام رياضي النادي الأهلي إلا أن يكونوا جنودا في مصر، ودي زعقة بتقول لا للهزيمة وبشكل قوي جدا. ما حدث في 67 أنا شاهد عيان عليه، لأني كنت بقيت عضو في النادي الأهلي، وأنا والكابتن محرم الراغب استلمنا أسلحة وكنا بنتدرب ومعانا مجموعة من الرياضيين، لكن كان اللافت للنظر إن إحنا كنا بروح النادي بيجي لنا ناس محترفة تدربنا جاهزين 24 ساعة لو طلبنا، وطبعا إحنا بنتكلم على عشرات الرياضيين مئات الرياضيين في كل الألعاب. طب الرياضيات برضو التمرين إجباري، انهم يخضعوا لتدريب تمريض اجباري ويساعدوا الجرحى في المستشفيات الى اخره. فكان الاهلي بيضرب النموذج لكل مصر ان التطوع والتدريب العسكري اجباري وليس اختياري. وبعد الحرب عاشت مصر ايام عصيبه، اجتمعت كل قوى الشعب لإزالة أثار العدوان، وأصدر الأهلي قراره لازم فريق الكرة يقوم بدوره لدعم المجهود الحربي استعداداً لاستعادة أراضينا. بعد حرب 67 كانت الظروف الجيش المصري الحقيقة مؤثرة جداً. النادي الأهلي من مفترق أنه هو مش نادي رياضي بس، لا ده نادي اجتماعي ونادي وطني، فبالتالي مجلس الإدارة فكروا ان احنا لازم النادي الاهلي يبقى ليه دور، وبالتالي ابتدينا نعمل اتفاقات مع البلاد العربيه، القطاع العربيه، الامارات والسعوديه والعراق وليبيا. طبعا كان الغرض من الزيارات اللي احنا بنعملها دي، الماتشات الوديه اللي بنعملها في البلاد العربيه، ان نجمع اكبر كميه من الاموال على اساس نساعد الجيش المصري في المجهود الحربي. جت دعوه للنادي الاهلي من لبنان عشان مباريات يعني. فالحمد لله مجلس الإدارة سألوني طبعا، فقلت لهم يعني دي تبقى حاجة طبعا نشاط يعني طبعا، ونبقى أول فريق مصري سافر عشان مجهود حربي. طبعا ده كل ده دخل طبعا يعني، فكان دخل طبعا يعتبر في المباريات دي كلها في بداية يعني الجولة دي يعتبر دخل طبعا كويس، والدخل ما طلبناش فلوس، احنا طلبنا إن الفلوس دي تبقى للمجهود الحربي يعني. أول ما رجعنا مصر يعني جات لنا دعوة من الكويت على أساس نلعب مباريات برضو مع نادي الكويت الأول ومع منتخب الكويت. سافرنا الكويت وبرضو كانت المدرجات أيضا مليانة، وفي الأثناء دي جات لنا دعوة من قطر، فلعبنا بقى المباراتين دول وبعدين رحنا قطر مباراة مع منتخب قطر في الوقت ده، وبعد كده بقى النادي الأهلي سافروا العراق وليبيا يعني الناس كلها عارفة. يعني كان مجهود ومجهود حربي يعني مجهود من النادي الأهلي وحاجة عظيمة جدا، وكان خير تمثيل لمصر الحقيقة يعني في كل الدول دي.